الكاتب العام لمنظمة شبيبة الاستقلالية. أيضا يسعدني أن أستضيف السيد المهدي بن سعيد، عضو بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس رابطة الشباب الديمقراطية. ويسعدني أن أستضيف أيضا السيد نوفل الحمومي، الناشط الشبابي. وأخيرا وليس آخرا، السيد أنس الفلالي، المدون وفاعل جمعوي وأيضا طبيب. أهلا بكم جميعا إلى هذا النقاش. مباشرة إلى المحور الأول حول نظرة الشباب المغربي إلى التغيرات الحالية التي يشهدها العالم العربي. سنخوض مباشرة في مناقشة هذا المحور، ولكن بعد متابعة هذا الروبورتاج. في البداية كانت مأساة لشاب جامعي أحرق نفسه بعدما صودرت عربة الخضار الخاصة به، تحولت سريعا إلى ملحمة شعبية أسقطت نظام زين العابدين بن علي، وانتقلت العدوى إلى مصر التي تخلى فيها محمد حسني مبارك عن الرئاسة للعسكر، ثم عادت إلى ليبيا. انتفاضات عفوية في الشارع، يجد الشباب أن لها مبررات في الواقع الاجتماعي المزري في هذه البلدان. الانتفاضات التي يشهدها العالم العربي حسب مراقبين كانت منفلتة من أي تأطير حزبي أو سياسي، على الأقل في بداياتها. مطلوب من الجميع، ليس فقط الأحزاب المغربية، أن تطرح. يقول خبراء إن الثورات والانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر وليبيا وغيرها أظهرت أن الإقصاء كان المحرك. درس ثاني، وأن إقامة أو تقوية أي مشروعية لأي نظام قائم لا يمكن أن تكون مرتكزة على إقصاء الآخرين ومحاربتهم باسم حماية المصلحة الوطنية. درس ثالث في نظري الذي ينبغي أن نركز عليه، وعدم المراهنة دائما على مساندة القوى الخارجية. الحقيقة الاجتماعية القائلة بعدم اكتراث الشباب بالفعل السياسي. إذن كما تابعنا الروبورتاج كان حول تفاعل الشباب المغربي مع ما يجري في العالم العربي حاليا. أبدأ معك سيد الكحل، يعني قبل الحديث عن حالة المغرب، يعني كمغربي وكقيادي في الشبيبة الاستقلالية، كيف تنظرون إلى ما يجري أو التغيرات التي يشهدها العالم العربي حاليا؟ التغيرات هي كانت صيرورة طبيعية حتمية ترتبط بسياقات وبأنظمة جعلت من الدولة في خدمة المسؤول وفي خدمة الحاكم، وبالتالي لا محالة كان هناك سيأتي في يوم من الأيام أسلوب معين لمواجهة هذه الأنظمة. إذا ما وقع في مصر وما وقع في تونس هو أمر تحصيل حاصل، حيث أنه لم يكن هناك أي فضاء أو أي اتجاهات أو أي وسائل للتعبير عن آراء الشباب الديمقراطي المغربي. أولا يعني حتى من ناحية المطالب عن غيره من شباب العالم، هناك اختلاف. أنا من خلال التجربة البسيطة في الثلاث سنوات الماضية زرت 20 مرة، أكثر من 20 مرة تونس ومصر. الوضع في مصر يختلف تماما على الوضع في المغرب، لأن نظام اختار مفهوم الشمولية واختار نظام حزب واحد، أيضا تنظيمات داخل الواقع المصري كلها أطيرت في إطار إيديولوجي معين تابع عدم استقلال فكري واستقلال. هنا في المغرب نختلف تماما 360 درجة، لأننا اخترنا مفهوم التعددية ومفهوم الانفتاح ومفهوم الحرية في تأسيس مؤسسات ومنظمات. هذا ما وقع في تونس وفي مصر هو شيء طبيعي أن يقع في أي دولة اختارت الشمولية واختارت عدم لفتح الفضاء للشباب وداخل الفضاء المنظمات الانفتاح. هنا في المغرب من خلال التعددية هذه طورت فينا فكريا وسيولوجيا كشباب مغربي أننا أصبحنا منفتحين على أفكار معينة مختلفة، إيديولوجيات مختلفة، أشياء أخرى، بمعنى تتوسع واحد الفكر معين في الشباب المغربي. أما هذه الدول اختارت فقط نظام واحد، نظام منظمة شبابية واحدة توفر لها كل الإمكانيات، مما خلق ما يسمى بالتصادم مع الفاعلين الآخرين، وهو نتاج طبيعي أن يقع شيء ما في هذه البلدان. سي أنس، يعني سي الكحل طرح واحد النقطة ديال دور المواقع الاجتماعية وخاصة الفيسبوك في ثورتي مصر وتونس، واش ما كنبالغوش فاش كنقولوا كنربطوا مباشرة وكنقولوا بأن الفيسبوك هو سبب الثورات في مصر وفي تونس وما يجري حاليا في ليبيا، واش ماشي نوع من المبالغة؟ كنظن أن هناك مبالغة كبرى. بدون فيسبوك بطبيعة الحال لا يوجد شيء، بدون الطلبات وبدون مطالب الشعب 30% من الشباب كانوا كيتواجدوا في فيسبوك بالنسبه لتونس. سي الكحل، يعني في ظل هذا الغليان طلعت علينا حركه 20 فبراير بدعوه الى التظاهر، بدا الامر ككره ثلج، يعني بدات كتدحرج وكتكبر في لحظه، يعني بدا انه السياق يختلف والاشكال تختلف على الاصلاح على كل الاشكالات والاختلافات التي عرفتها الحياه السياسيه. الاشكال تختلف،
انتم كشباب استقلاليه انتم مع المطالب هؤلاء الشباب. احنا مع المطالب ديال الشباب الاستقلاليه وديال الشباب المغربي اللي رفعناها في المؤتمرات ديالنا، اللي الاساسي ديالها هو الاصلاح السياسي الدستوري من داخل المنظومه ومن داخل الممارسه الديمقراطيه في الاحترام المتبادل ومن داخل المؤسسات. اذا هذه المطالب كلها اللي يمكن حتى نكونوا مجمعين عليها، المنظمات والشبيبات المغربيه بشكل عام سواء التي شاركت او التي لم تشارك فتقريبا تتفق وتجتمع على واحد مجموعه من المطالب اللي تتهم الشباب في شكل اساسي وتهم الحياه السياسيه بشكل خاص اللي هو الاصلاح السياسي. اذا بغيت نقول المغرب ما معنيش بما يقع في مصر وتونس، ولكن المغرب فيه اختلالات، هناك اشكالات يجب ان نتعامل معها بشكل اساسي. الشباب يجب ان يجد موقعه في تدبير الشان العام، في تدبير الحياه السياسيه، في التدبير السياسي، وبالتالي نعتبر انه ماشي 20 فيفري ما وقع في مصر وما وقع في تونس يجب ان نستخلص منه الدروس، هو اننا في الى عهد قريب كنا نشكل البلد المتقدم في المنطقه العربيه في المجال الديمقراطي، اليوم المعادله تغيرت وبالتالي السرعه ديالنا يجب ان تتضاعف، اذا خصنا سرعه اخرى اللي هي فعلا انه ما يمكنش حنا ما عايشينش في عالم معزول، حنا عايشين في واحد العالم اللي فيه التاثير والتاثر، اذا المغرب فعلا استفد من تاريخه. وقعت اختلالات اليوم يجب ان نقف عندها، وبالتالي يجب ان نضاعف السرعه، هذه السرعه من داخل المؤسسات، نقاش هادئ وطني. يعني عذرا على المقاطعه، قلت بان هذا الشباب هو شباب موجه، يعني هذا الشباب طلب من داعين يعني اللي يعني حركه تحرير فبراير. نعم. الشباب الذي دعا الى هذه المسيره. نعرفهم يعني بالاسماء، يعني انا لا اريد تبخيس مطالب هؤلاء الشباب، ولكن هذا الشباب طلبوا من جميع الاحزاب والسياسيه يعني التخلي عن يافطتهم السياسيه والمشاركه في هذه المظاهرات وهذه المسيرات بشكل يعني بشكل عفوي، يعني بدون توجه سياسي. لا عمليا المساله ماشي هي بمشاركه مسيره، هي الوسائل التي نستعملها للوصول الى اهداف معينه. اذا المطالب، احنا كنا رافعين الشعار ديال المطالب الاصلاحيه لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الشبابي، واحد الاتجاه معين عبر على واحد الطريقه واحد الشكل، انا ارفض ان ادخل في هذا الشكل. حتى واحد ما يمكن له يحتم عليا نختار الشكل اللي بغاه الاخر في المطالبه بالاصلاح، لانه المغرب خلق واحد الامتداد الحزبي من اقصى اليسار الى اقصى اليمين. قدمته في المقدمه، وهذا هو الاشكال اللي كاين في الاعلام، هو تبخيس العمل الحزبي والعمل السياسي. غنجيو لهذ النقطه، غنجيو لهذ النقطه. انا قلت الاحزاب ضاقت. نعم. الناس باقي ما وصلوش حتى السن ديال الانخراط الاحزاب السياسيه، فيهم اللي عنده 16 عام، فيهم اللي عنده 15 عام، فيهم اللي عنده 17 عام. الانتماء السياسي سنناقش هذا، هو الشباب. سنناقش هذه النقطة في المحور الثاني على العموم. سينا وفلوش، عندك شي تعليق على؟ أنا بالنسبة لي نتفق في بعض النقط وما نتفقش في بعض النقط، بأن أنا كشخصية أنا ضد حركة 20 فبراير بمفهومها المطالب اللي ممكن أنها تكون غير منطقية، ولكن أننا نتحملوا خصنا ندير واحد النقد وجلد الذات ذاتيا، أنه أنا ما نتفقش مع الكيحل أن الأحزاب انفتحة كامل، أحزاب كانت مغلقة وشبيبات الأحزاب مغلقة على كثير من الفعاليات الشباب، وأننا خصنا ندير واحد النقد ذاتي وآدم أننا نشكلوا أننا يعني الخطاب أصبح متهد، الخطاب أصبح متجاوز، خصنا نفكروا فيه. والشيء الثاني نقطة أخرى، عدم التخوين وعدم هذوك الشباب راه مواطنين. نعم. مغاربة كنا متفقين معاهم، خصنا نفتحوا معاهم حوارات نقاشات معينة، مفهوم التخوين أنه مفهوم تيار معين يدعمهم أشياء أخرى بدون خصنا نناقشوا معاهم، لأنه كمواطن مغربي خصنا نفتحوا معاه نقاش. واحد ما خون شي واحد. لا غير باش ضبطوا الامور، حنا اليوم الاعلام وحنا كشباب خصنا نلعبوا ادوارنا في محطه اساسيه في تاريخ المغرب. حنا ما خوناش هاد الناس، حنا تنقولوا انهم ما كايناش البراءه السياسيه. سلكي حي يعني ما تنقولوش الناس عندهم ارتباطات بمجالات خارج، حنا تنقولوا ما كايناش براءه سياسيه، اي كاين خلفيه سياسيه، تعرفهم ابناء من وشكون هما وشكون هذا، غادي نعرفوا بشكل، ولكن من الحق نتجاوبوا مع المطالب. شكون هما سلكي هاد الناس؟ نعم. شكون هما الناس؟ نعرف ان واحد العدد منهم ابناء ديال المناضلين ديال الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان وديال النهج الديمقراطي، يعني معروفين باسمائهم، هذو هما الصفحات الثالثه اللي معروفه، وكاين صفحه اللي لغات المشاركه ديالها نهار قبل، وكاين اذا باش ماشي الاساسي هو الشكل نوقفوا عنده، الخلاصات والعبر ناخذوها، ولكن باش ماشي ما نهولوش هذا الشيء وما نهولوش، نعطيوه الحجم ديالو الحقيقي. الشبيبات والاحزاب الوطنيه في تاريخها السياسي من اجل الاصلاحات في محطات متعدده دعت الى مسيرة وكانت مسيره مليونيه.
في المغرب. فبالتالي الإشكال هو التبخيس ديال العمل السياسي. الأحزاب يجب أن تصلح ما في داخلها. لا نقول أن الأحزاب هي إطار ملائكي، كاين إشكالات في الأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب السياسية قامت بأدوارها. المؤسف ديال المناضلين ديال الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وديال النهج الديمقراطي، يعني معروفين بأسمائهم، هذو هما الصفحات الثالثة اللي معروفة، وكاين صفحة اللي لغات المشاركة ديالها نهار قبل، وكاين إذا باش ماشي الأساسي هو الشكل اللي نوقفوا عنده. الخلاصات والعبر ناخذوها، ولكن باش ماشي ما نهولوش هذا الشيء وما نهولوش، نعطيوه الحجم ديالو الحقيقي. الشبيبات والاحزاب الوطنيه في تاريخها السياسي من اجل الاصلاحات في محطات متعدده دعت الى مسيره وكانت مسيره مليونيه في المغرب. فبالتالي الاشكال هو التبخيس ديال العمل السياسي. الاحزاب يجب ان تصلح ما في داخلها. لا نقول ان الاحزاب هي اطار ملائكي، كاين اشكالات في الاحزاب السياسيه، ولكن الاحزاب السياسيه قامت بادوارها. المؤسف سي يعني أنا يساهم في تبخيس العمل السياسي لنصل الى هذه النتيجه. كل عام شباب مغربي يسكح، يعني المؤسف اننا يساهم في تبخيس العمل السياسي لنصل الى هذه النتيجه. كل عام شباب مغربي يسكح. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى برنامج مواطن اليوم، والذي نخصص حلقته هذا الأسبوع للشباب المغربي وتفاعله مع ما يجري حاليا في العالم العربي. سينوفل، كنت يعني سولتك قبل الفاصل، يعني إلى أي مدى كسبت حركة 20 فبراير وهذه المسيرة ثقة المغاربة، خصوصا في ظل أعمال العنف والتخريب اللي شهدتها مجموعة من المدن المغربية؟ هذه وسائل التخريب ماشي كسبات الناس، بالعكس خلقات لهم أعداء، خلقات لهم أنهم هيئة، أنهم أناس لم يكونوا مؤطرين تأطير فعليا في المجتمع من جميع الفاعلين، إما منظمات أشخاص، ناس مخربين، ناس خلقوا بالعكس أعداء. كان الناس متعاطفين معهم في بعض المطالب المحدودة، لكن خلقت ناس ضدهم. أنا تفكر في واحد المدينة صغيرة، أنا قبل يومين ثلاث ايام قبل الاحداث كنا تنفتحوا نقاش مع الناس اللي كانوا باغيين يخرجوا التظاهر، تنقولوا لهم علاش التظاهر، هذا الشيء بانه ما تخرجوش، كيفاش نحاولوا ناطرهم، بمعنى ما يخرجوش، بان تنحضروا من هذا الشيء. وكنا تنحضروا قبل، انا تنقلت مناطق مختلفه في المغرب مع مؤسسات محليه وجمعيات في اطار التاطير انهم ما يخرجوش في يوم 20 فبراير، بان تخرجوا واحد التوافق، ممكن قنوات اخرى لتحقيق المطالب. حضرنا من هذا التخريب، لان في المغرب كاين واحد الخلل كبير، هو اننا المؤسسات المنظمات لم تستطع ان تؤطر تاطير فعلي حقيقي للناس. اذا كنا مثلا نتكلم عن المجتمع مؤطر، فقط نتكلم عن نخبه وعن فئه معينه، لكن اغلبيه الشعب غير مؤطر، لا من شبيبه الاحزاب ولا من المنظمات. حتى المنظمات الشبابيه اصبحت فيها واحد الفيروس يسمى فيروس الرباط، الفيروس تقرب من دواوين الاحزاب، تقرب من وزاره معينه غير موجوده في الساحه الميدانيه في كثير المؤطرات، باستثناء مبادرات محليه وجمعيات محليه فقط. اما المنظمات الوطنيه فقد نجدها فقط امام التلفزيون، امام اشياء اخرى، لكن التفاعل الحقيقي والميداني النزول الى الشارع يوجد غياب حقيقي. سي بن سعيد، احنا بغيتنا نفرق بين ماشي يخربوا، عندهم دي زوبجيكتيف باينين، وكاين الناس اللي بمطالب ديالهم نكونوا ما متفقينش معاهم سياسيا، هذيك حاجه اخرى. كيف ما قال السي بن سعيد، هو ان التخريب هذا جاء غير ركب على الموجه ديال المظاهرات، يعني ما نقدروش نحملوا المسؤوليه، ولكن يعني كان هذا خطر، كان خطر واضح امام العيان، انه الى خرجتوا الان تظاهرتوا يعني هناك خطر ان المرور الى تخريبات او كذا وكذا. الان على حسب اللي كنسمعوه في الشارع ولا هذا، ان الناس كيضعوا المسؤوليه على المنظمين ديال 20 فبراير لهذه المشاكل ديال التخريب، وهنا كاين واحد المشكل كبير. يعني هاد الناس اللي خرجوا عاوتاني للمظاهرات يمكن الشعب المغربي يتصدى لهم، لان بالنسبه ليه المنظمين ديال 20 فبراير هما اللي حدثوا هذا التخريب، وهذا شيء يقدر يكون عنده عواقب وخيمه جدا على كل المطالب الاجتماعيه اللي عندنا، وهي مطالب حقها. باش نرجعوا لاصل المشكل، الاصل المشكل هو كيفيه التسيير المحلي. الا شفتوا المدن اللي كان فيها التخريب، كاينين فيها جوج احزاب اللي هما متواجدين لو الاغلبيه في البرلمان او لا في الحكومه اللي انتم واحد كتنتميوا لحزب الاستقلال. هذه المدن هذه كانت مطالب هي اجتماعيه، اغلبها اجتماعيه محليه. حنا بقينا كنخمموا في اشكال الدستور هذا، ولكن الشعب الحمد لله الان كيشوف عنده واقع محلي عايش فيه، هذاك الواقع المحلي كي هو اللي يدفعوا انه يخرج للشارع، ومن بينهم ناس او شباب اللي يخرجوا كذلك للتخريب. الى بقينا بكلام
يعني ورمي الرماد على العيون ونقولوا احنا نظريه مؤامره. هذا الشيء كله لن يسمن ولا يغني من جوع، ولكن المهم عندنا الان هو اشنو درتوا، اشنو قدمتوا محليا يعني الساكنه ديالكم، اشنو قدمتوا على المغرب كله.